شو اسمك الرباعي؟ هيثم راد شعبان الطبش. وين انت ساكن؟ خان يونس. وين في خان يونس؟ هاي لما امتى تنظمت الحماس؟ بعد 21. لجأ نحن عسكري؟ اه. شو كان دورك في حماس؟ مزور زنبا. كم يوم قعدت في النفق؟ تقريبا من ثالث يوم هدنا ل لمن قبل ما نمسك بخمس ايام. اجمالا كم يوم؟ تقريبا 25 بس مش عارف بالضبط قديش. شو كان الهدف؟ كمين. كمين تقدم مجنود مشتبه معه. وين السلاح كان معكم؟ كان معنا كلاشن وكان عبوات وخالف عربيجية وسلاح ناقل. وصف لي شو صار وقت القصف. وقت القصف بقينا نايمين وفجأة صحيت من النوم لقيت النفق واقع علي وقمت سحبت حالي من تحت وقمت لقيت الشباب بيقولوا اي كله بيقول اي ولقيتهم مكسرين والنفق كله مخرب وبقينا محروقين. وصف لي الظروف جوا النفق. الظروف جوا النفق منطقة مخربة كلها بس مكسرة ومفيش كهرب وكلنا مصابين مفيش علاج ومفيش أكل ولا شرب وسايق الجو. وشو كانت معنويات الشباب؟ صعب كتير لأنه كنا بنستنى يصير هدنة يصير حاجة وما فيش كنا مصابين ما فيش أكل ولا شرب معنوياتنا صعبة. كم واحد سلم حاله معك؟ أنا وكمان أربعة كنا المجمل خمسة سلمنا حالنا. وشو سويتوا؟ رحنا لله. شو شباب بيحكوا بالنسبة لإمكانيات الجيش الإسرائيلي؟ إمكانياتهم كبير كثير الاستطلاع والدبابات والطيارات. شو توصل الشباب اللي موجودين بالأنفاق؟ يرموا سلاحهم ويستسلم للجيش. ليش؟ لأنه الجيش إمكانياته عالية كثير وإحنا استسلمنا للجيش.